أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة ستر وعافية، وهي أول قافلة شاملة تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، حيث تم توزيع لحوم وبطاطين ضمن القافلة بقرى السنبلاوين بالدقهلية. يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. احنا النهارده قافله ستر وعافيه رقم 6 موجودين بالسنبلاوين محافظه الدقهليه. ان شاء الله النهارده احنا مستهدف لكل المؤسسات المجتمع المدني ان هي تخدم اكثر من 12,000 شخص. احنا جامعه مصطفى محمود النهارده بنقدم خدمات طبيه في 3 تخصصات: باطنه واطفال وانف واذن. ده بالاضافه لصرف العلاج طبعا للحالات، واي حالات هتحتاج تحويل لاي عمليات هنحولها لمستشفيات الجامعيه في القاهره باذن الله. القافله ستر وعافيه النهارده بتكون في لخدمه اهالي قريه غزاله وقرى الحجازه. القافله شامله سواء من خدمات الطبيه والادويه او الكشف الخاص بقياسات الاجهزه التعويضيه والنظر. بيكون في متابعه بعد كده للحالات من خلال الفرق الطبيه الموجوده هنا ومن خلال الجمعيات سواء من المكاتب بتاعتها او من خلال الجمعيات القاعديه والاستراتيجيه الموجوده في المحافظه مع الجمعيات المركزيه. عندنا توزيع للاغذيه وتوزيع خاص باللحوم من خلال جمعيات التحالف. موجود معانا ضمن حمله دفع وشتاء الخاصه بجمعيات التحالف للمره الرابعه موجودين معانا هنا. معرض الملابس كالعاده موجود ضمن قافله ستر وعافيه وخاص بملابس متنوعه لكل الاعمار الخاصه بالقريه بعد التهيئه المجتمعيه اللي حصلت داخل القريه. بنقدم التعاون مع التحالف الوطني من اجل تقديم خدمه للمريض. احنا بنقدم النهارده وبنساهم بان متواجد معانا في القافله الطبيه عياده باطنه. عياده الباطنه بنقدم كشف طبي على امراض الكبد ومتابعه امراض الكبد ومتابعه مرضى فيروس سي وفيروس بي ومتابعه اورام الكبد. بنقدم لهم النهارده كشف طبي بالقسم الباطنه، وبنقدم لهم تحاليل طبيه وفحوصات بقسم الاشعه. متواجده معانا في القافله اليوم مجانا. احنا النهارده موجودين في قريه غزاله مركز سنبلاوين، معانا طبيبه متخصصه في خدمات تنظيم الاسره. بنقدم تركيب وسائل ولوالب وموجود حقن وحبوب، جميع وسائل تنظيم الاسره متوفره على دكتوره متخصصه وعلى اعلى مستوى موجوده. وبرضه احنا من ضمن انشطه جمعيه بنعمل انشطه للشباب وتوعويه عن تنظيم الاسره وخدمات الصحه الانجابيه، ومعانا فريق شباب موجود هيقدم ان شاء الله برضه ندوات توعيه لمجموعه الشباب اللي متواجده في المنطقه في المكان ان شاء الله.